وإلى العطاء الشعبي، حيث قدم أبناء وعيان وجهاء محافظة صنعاء اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين وجبهات القتال. بعد أكثر من 12 شهرا والشعب اليمني يسطر ملحمة في التحدي والصمود. هذا الشعب الذي أركع طائرات الاف 16، فكلما قال العالم أنهكنا هذا الشعب يخرج من جديد معلنا مرحلة جديدة من الصمود. وتجسيدا لهذا الصمود سير أبناء أعيان ووجهاء محافظة صنعاء قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين وجبهات القتال. أبناء المحافظة أكدوا جاهزيتهم في الدفاع عن الوطن وعزته ووحدته وسيادته. الشعب يعبر عن رأيه وعن إرادته، اليوم يجسد التعبئة العامة والنفير العام والقوافل، قوافل المال وقوافل الرجال وقوافل الشهداء لمواصلة صد العدوان ومواصلة ردع المتغطرسين والمتكبرين والمتجبرين على هذا الشعب المظلوم. هذه قافلة رمزية من أبناء مديرية أرحب لرفد الجبهات بالمال والرجال، وإن شاء الله صامدون إلى حتى ينكسر قرن الشيطان بإذن الله. هذه القافلة مقدمة من مديرية بني مطر من مشايخ وأعيان بني مطر، وذلك لتقديم الدعم القافلة المشاركة في محافظة صنعاء للقافلة المركزية. وبني مطر على أهبة الاستعداد لأي وقت لطلب هذه القوافل، وصامدون بالنسبة لرفد الجبهات بمواد الغذائية وما يحتاجون إليه. أكثر من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المختلفة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، بل سيتبعها قوافل من المال والرجال من أبناء المحافظة لمواجهة العدوان، وتجسيدا لأروع الصور في السخاء والكرم والفداء للدفاع عن الوطن حتى يتحقق النصر. أتينا هنا يعني لمد الجبهات ونقول لأعداء الله بأننا حاضرون في الميادين لكل الخيارات، إن أرادوا سلما وإلا والله لنخوضنها حربا ما عرفوها سابقا ولا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم قدمنا هذه القافلة يعني قطرة من بحر، من بيض، من نهر، ولن نكل أبدا، وسنقدم الغالي الغالي وروسنا الذي ما يقلع بإذن الله. جاهزي وجاهزي جاهز لهم في أي مكان. عطاء اليمنيون ثروتهم التي أنتجوها من عزتهم وصمودهم أمام كل معتد وغاز وعميل يحاول تمزيق وحدة الوطن وزرع الفرقة والشتات بين أبنائه.